3:11 في آية مهمة جدا ورائعة جدا، والناس مش كتير الآية دي يعني، أو بناخد الآية من نصها عادة، ما بتاخدش الآية كاملة وما بتعرفش إيه تكملة الآية أو اختبارات الآية دي. من ماثيو 3:11 بيقول يوحنا الكلمات دي اللي ممكن يوقف، بس إكرام لكلمة الرب. بيقول كده يوحنا لما سألوه قالوا له أنت المسيح، أنت قال لهم لا، بس أنا حديكم صفة أو مواصفة أو حديكم علامة إشارة بتقول لكم هو ده المسيح. إيه هي العلامة؟ إيه هي الإشارة اللي إداها يوحنا؟ بتقول كده أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو إيه؟ دي أول صفة، هو أقوى مني. تاني صفة، الذي لست أهلا أن أحمله حذاءه. ثالث صفة بقى، والصفة اللي هي لازم تكون عند كل مؤمن، هو هيعمل ايه؟ سيعمدكم بايه؟ بالروح القدس والنار. امين. تفضل استريحوا. الآية دي هامة جدا، انا عايز النهاردة نمسك فيها كده بايدينا واسناننا، لانه مش كتير بنقدر نوعظ في البعد او العمق من النوع ده الا لو كان في جوانا بجد اشواق ورغبة وايمان، أشواق ورغبة وإيمان. أنا قلت أنا هعمل حركات بس مش دي. أشواق ورغبة وإيمان حقيقي لاختبارات عميقة، لأنه ياما إحنا وقفنا قدام حاجات كتيرة وكنا كان جوانا تساؤلات كتيرة. عشان كده أنا عايز النهاردة أبني رسالتي على بعدين وأديها كلمة، أديها عنوان. العنوان اللي أنا عايز أخليه النهاردة هو الخادم الناري، أو الخادم المؤثر، أو الخادم اللي شغال في ملكوت ربنا برغم كل الظروف الصعبة اللي ممكن يكون بيكتسب. هي القوة جامدة شوية بس عشان طيب، الخادم الناري أو الخادم اللي ممكن يعني ممكن تخلي أي صفة، بس أنت وبتخلي صفة كده يعني خلي إيدك كده على شير على قلبك وقول يا رب أنا عايز أكون الشخص ده، أنا عايز بجد أكون الخادم اللي النهاردة كل الكلام هيتقال عنه، أنا عايزك تكلمني بالكلام اللي يخليني من شخص ممكن أكون انطفيت، ممكن أكون برد، ممكن أكون مش عارف أتحرك، مش عارف أمسك سلطاني وأتحرك زي ما أنت عايز يا رب. لكن النهاردة أنا بصدق أنه في حاجة هتتحرك في المكان، في ألسنة منقسمة كأنها من نار هتستقر على كل واحد. مش هكتفي فقط ببعض الحاجات اللي أنا أخدتها كمؤمن، مش هكتفي بس أني ممكن تكون أنت تعمدت بالروح القدس وعندك مواهب روحية وبتتكلم بألسنة كل مرة بالسنة، لكن مش ده اللي هنشتغل عليه. أنا مش عايزك تختبر حاجات كل سنة مرة ولا حاجات كل شهر مرة. النهاردة مش هكلمك على حاجة مؤقتة، مش هكلمك على اختبار حصل النهاردة وبكرة ما حصلش في حياتي. أنا هكلمك على اختبارين، الاختبارين دول لو أنت مسكت فيهم في عمق كده وأصريت وقلت للرب النهاردة أنا عايز أختبر النوع ده من الاختبارات، إنك تغيرني، تغير حياتي، تحولني أنا، تشتغل فيي أنا الأول. جوايا في حاجة يا رب عايزها تخرج النهاردة مختلفة عن كل السنين اللي راحت. أول حاجة، أول سر عايز أقوله لكم، العلاقة المفترمة مع الروح القدس. مفترمة يعني إيه؟ مشعللة. إيه الفرق ما بين مفترمة ومضطربة؟ كبير جدا. مفترمة يعني مشعلة، مشتعل بالروح، ماشي كده وشعر جوايا وأنا في البيت وأنا بشتغل وأنا مع أولادي وأنا مع عيلتي وأنا في العربية وأنا في الشغل، جوايا في نار، جوايا في حرارة روحية، جوايا في حاجة بشعر بهيبة الرب بتنسكب عليا، ولما بتكلم ولما بعمل أي حاجة في بيتي أو أي مشوار أنا بدخل فيه بشعر أنه في نار جوايا مضطرمة تخليني أتكلم عن يسوع، تخليني أصلي بالروح، تخليني أخلي إيدي على الناس، تخليني أصلي بطريقة مختلفة. ليه؟ لأنه جوايا في حاجة مضطرمة مشتعلة بالروح القدس بتجبرني اني اتحرك باتجاه الروح القدس. عكس المضطرمة قلنا ايه؟ ايه المضطربة بقى؟ نص نص، يوم اصلي وعشرة لا، يوم اجي وعشرة لا،
خايف من حاجات كتيرة، خايف من بكرة وخايف من الناس وحياتي مضطربة، اضطرابات كلها، ومش عارف دعوتي ومش عارف خدمتي، وكل شوية بنحصر في حاجات معينة. ده السر الأول اللي هتكلم فيه، دي مش الوعظة، ده بس السر. السر الثاني اللي هتكلم فيه النهاردة، هعلمكم عن حاجة اسمها مكان، مكان سكنة. مين اللي ساكن في المكان ده؟ الرب. الرب مكان ساكن فيه الرب، مسموح فقط للناس اللي تختبر عمل الروح القدس واللي تتعمد بالروح القدس واللي تشتعل في النار دي، مسموح ليهم هم فقط يدخلوا للمكان ده. secret place، مكان خاص هعرفكم عليه. مستعدين؟ لو مش مستعدين قولوا لي انزل اصلي عليكم. طيب اول حاجه عايز اخليها كده واثرها قدامكم، عشان دي كانت حاجه جوايا كده دايما كنت باجي بسأل الأسئلة دي، بقول للرب في ناس بالكتاب المقدس انت جبت أسماءهم وكأنهم مش بشر، وكأنهم مش ناس، وكأنهم حاجة مختلفة مميزة. مثلا في ناس كده ربنا ذكر أسماءهم وقال عنهم، قال الناس دي كانوا تحت الآلام، كانوا بشر زينا، لكن واحد منهم عمل ايه؟ صلى صلوة، عملت ايه؟ وقفت السماء، وقفت المطر، وكأنه السماء منتظرة كلمة من إنسان تحت الآلام. قال عنه إيليا كان رجل تحت الآلام مثلنا بالضبط، مثلنا. إيه فرقه ده بقى؟ ده فرقه صلى صلوة، عمل كده للسماء وقال لها اسمعي يا سماء يلا سدي، 3.5 سنين ما فيش مطر ولا غيم ولا ضباب ولا رطوب ولا حاجة، يلا اتغلقي. قامت اتغلقت. بعد 3.5 سنين عمل إيه؟ صلى صلوة تانية، قال كلمتين كده، بصل السماء لا يلا نزلي مطر. قد ما نزلت مطر الناس اللي كانوا على الخيل وكانوا على المركبات كانوا مش قادرين يمشوا لأنه مركباتهم اتغرست في الأرض. هو إيه الفرق ما بين ده وما بيني؟ هو ليه ده صلواته بتمسك السماء؟ هو ليه ده صلواته بتغير الحاجات والدنيا؟ هو ليه مثلا صلى مرة صلوة كان كده قاعد على جبل ورجل على رجل وجاء في 50 شخص جوه عشان يمسكوه، أم وقف كده قال إن كنت أنا رجل الله وحي هو الرب الذي أنا واقف قدامه، إن كنت أنا رجل الله يلا أنا عايز تنزل نار من السماء تأكل 50. حصل إيه؟ حصلت هيدا. بعد شوية جو 50 تانيين، أم وقف كده كمان، ما وقفش كمان، هو قاعد قال لو أنا كده رجل الله أنا عايز 50 نار جديدة تنزل على 50 التانيين وتعمل إيه؟ تاكلهم. قامت أكلتهم. نفسه بقى كان واقف قدام 450 شخص بيصلوا اسمهم أنبياء البعل، 450 شخص قضوا اليوم كله بيدبحوا بجسدهم وبيعملوا حاجات منتظرين النار كده تنزل وتاكل الذبيحة. هو بيقول لهم يمكن يعني يمكن الإله تبعكم نايم طالع في خلوة مستلقي واخد فاكيشن طالع حاجة بمكان، صلوا أكتر عشان يسمعكم. ومرة واحدة بص للسماء كده قال له يا رب أنا عايز الناس تعرف أني أنا مرسل من عندك، محتاج نار. النار اللي نزلت عملت إيه؟ أكلت الذبيحة والمذبح والحجارة والتراب، كان عامل ايه؟ كان مانع المطر، ففي حبة مية قال لهم خلوها فوق الذبيحة عشان ما حدش يفتكر اني انا عملت حاجة. أم مرة واثنين وثلاثة ساب المية لغاية المية ما ملت الساقية كلها تحت. فيقول كتاب لما جت النار اكلت الذبيحة، اكلت المذبح، اكلت الحجارة، اكلت التراب، وقامت عاملة ايه؟ قامت لحست المية كمان الموجودة في المكان. هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ هو ايه اللي بيتعمل؟ هو ايه ده؟ شخص زيه وزيك؟ ده ابن للرب؟ ابن للرب. تعالوا اديكم واحد تاني بس وادخل في الموضوع. واحد تاني كان اسمه موسى. موسى قال له الرب بس تعالى اصعد للجبل، بس قبل ما تصعد للجبل عشان انا بدعوك تيجي للجبل عشان اديك الوصايا العشرة انا عندي شرط صغير. قال له ايه يا رب؟ قال له انزل قول للناس اللي تحت الجبل اوعوا يصعدوا الى الجبل وانا بتكلم معاك. ليه يا رب؟ قال له عشان الجبل هيضطرم بالنار كله.
قال له أنا حسيب ملايكة واقفين على حدود الجبل ده يمنعوا أي لو حيوان نط جوه الجبل لو أنتوا تلحقوا تضربوه بسهم وتقتلوه يا ريت لو ما لحقتوش هيحترق جوه النار. أم موسى طلع للجبل هو على الجبل الرب قال له انزل مرة تانية نبه الشعب قال له أنا وصيت الشعب قال له لا مش مسموح غيرك أنت بس تطلع على الجبل أي حد تاني هيطلع هيتورط بقى نزل قال لهم وطلع على الجبل وموسى المكان كله ولع كله نار واقف على الجبل تخيل نفسك كده واقف على الجبل والمكان كله حواليك نار 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 كده من كل زاوية وملايكة عاملين حصار وربنا واقف بيكتب لك كده بصباعه الوصايا العشرة. حتى موسى في الوقت ده تعرفوا حصل معاه ايه في عبرانيين 12 قال ارتعبت وخفت من النار اللي انا كنت جواها. ايه مالك يا موسى ايش معنى انت ما انت كنت قاتل ما انت كان عندك 85 86 سنة في اليوم ده. اقول لكم حاجة تالتة بس ومش هلم الشبكة هبتدي بالرسالة في تلاتة يقول سامي اسمهم الفتية التلاتة عارفين اسمائهم شدرخ وميشخ وعبدنغو دول كانوا اولاد ربنا دول اصلا رفضوا يتنجسوا بأطايب الملك وخمر مشروبه دول عملوا تمثال كبير وقالوا لما تسمعوا صوت البوق تعملوا ايه تنحنوا للتمثال لانه ده رمز لنبوخذنصر الملك العظيم. ناس عاشت بأمانة خايفة ربنا عاشوا بالاستقامة لا أكلوا ولا شربوا ولا عملوا أي حاجة ورفضوا كمان ينحنوا لنبوخذنصر وكانت المفروض إيه المفروض دول يتجازوا ولا يتعاقبوا الناس بتقول يتعاقبوا لكن لازم يتجازوا على أمانتهم. حصل إيه أنا كاتب وسط آتون النار المفروض المجموعة دي الصغيرة اللي وسط آتون النار كان المفروض ربنا يكافئهم المفروض يقول لهم يعني عما أيها العبد الصالح الأمين أنت كنت أمين معايا. هو حصل إيه في الناس دي جاء نبوخذنصر كلمهم قال لهم أنتوا تمسكهم من هنا قال لهم أنتوا ليه ما بتنحنوش ليا أنتوا ليه ما بترجعوش لنبوخذنصر ليه ما بترجعوش للملك ليه ما بترجعوش للظروف ليه ما بترجعوش للقرارات اللي أنا عملتها ليه مش بتطيعوني. قالوا له إحنا عندنا إله نطيعه ومش هننحني لغيره معقولة؟ عندكم إله مش كده؟ طب يلا خدوهم فين؟ في فرن الفرن ده اسمه آتون آتون يعني الفرن فرن بس الفرن ده بيستخدم لإيه عادة؟ للمعادن يجيبوا شوية ذهب يجيبوا شوية فضة يخلوها فيه والفرن ده مقسميه سبع أقسام سبع حاجات زي كده وفي النص فاضي حسب المعدن اللي يجيبوه يشعلوا الجزء الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع بس السبعة دول عفوا الثلاثة دول قالوا لا دول سبيشال بقى هنعمل ايه هنحميه كله سبع أضعاف. يعني ايه سبع أضعاف بقى يعني آخر حاجة ممكن يتحمى فيها الفرن ده هنعمل ايه في الثلاثة دول الحلوين شباب هناخدهم حنرميهم. قاموا جوا الناس مسكوهم والناس دي يعني لا قاومت لا طب يلا ربطونا راحوا ربطنهم في ايديهم كده ايديهم ورجليهم مربطه ولم في مقاومه ولا في شكوى ولا في تذمر ولا في انا ليه وليه وحظي وانا ويعني اشمعنى وانا كنت ابن للرب وليه بيحصل معايا ولا في كلمه من الكلام ده. راح حتى الناس اللي رموهم قد ما الفرن ده حامي حصل فيهم ايه احترقت الناس اللي رمتهم وهم بينزلوا بالدرجة الأولى طابق الأول والنار بتحمى طابق الثاني والنار بتحمى طابق الثالث رابع خامس سادس سابع لا لسه ما وصلوش السابع وصلوا السادس المفروض يكون من الدرجة الأولى حصل لهم ايه استووا في حد هنا استوى من الدرجة الأولى وصلوا لآخر مرحلة حصل لي آخر مرحلة ظهر حد هناك كتب عنه ابن الإله ظهر حد موجود
ظهر واحد هناك واقف عمل زي الرادار حوطهم كده بدايرة. هم فين؟ هم في الطابق السابع. قال لهم ولا حتى ريحة النار هتيجي عليكم. بس قبل ما يوصلوا لرقم سبعة كان لازم يجتازوا في رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وده آتون النار المحمى سبع أضعاف، وده آتون النار اللي كل مؤمن يحتاج يدخل فيه عشان يخرج هو وابن الإله، عشان يخرج يسوع معاه، عشان يقدر يشوف يسوع جوه جوه المكان ده. انت هتدخل وأنا هدخل في مكان صعب جدا اسمه آتون النار. دي مش الوعظة، دي لسه بس المقبلات بس. فعندي مجموعة هائلة جدا، مجموعة من المؤمنين، مجموعة من الأشخاص كلهم مختلفين عني في إيه؟ لا في الجسد ولا في الشكل ولا في الظروف ولا في أي حاجة، مختلفين عني في حاجة واحدة بس، إن هم دخلوا في حتة معينة أنا لسه مش قادر أدخل فيها. هم وصلوا لمرحلة معينة أنا لسه براوح فيها. هم دخلوا إلى بعد معين بيقول للرب عنه البعد ده يحتاج منك إنك أنت تشتغل عليه وتشتغل فيه. أحتاج أوقف وأسأل نفسي السؤال ده، هو الرب اللي يتكلم بالعهد الجديد عن الروح القدس والنار هو عايز يقول لي ايه؟ هو عايز يقول لي ما تكتفيش باللي انت وصلت لي، ما تكتفيش بانك سمعت عن الروح القدس، ما تكتفيش انك كان ليك جواك شهوة انك تتكلم بألسنة وتكلمت فيها، ما توصلش لمرحلة الاكتفاء، لانه في مرحلة اقوى اعظم اسمها مرحلة جديدة اسمها تكون مؤمن مضطرب مضطرم من جواك بالروح القدس والنار. جواك في حاجة تحتاج تخرج النهاردة. يعني ايه تضطرم؟ يلا يلا مع يعني ايه تضطرم؟ قلنا تضطرم معناها حتى باليوناني معناها تتوهج بقوة، تتوهج بقوة. تعالوا افسرها لكم ببساطة عشان كلكم عارفينها، مش هاخد وقت فيها. لو عندك دفاية في البيت وشفت النار اللي فيها بدت تخف، تعمل ايه؟ لو عليتها بدون خشب هيحصل ايه؟ هتنطفي. مهما عملت هتنطفي. تحتاج ايه؟ تحتاج تجيب شوية خشب، تحتاج تجيب شوية فحم، تحتاج تجيب شوية حاجات علشان تخلي الحتة دي تولع. لكن الخبر الحلو اللي انا عايز اقوله لك، الكتاب قال لنا ايه؟ قال لنا فتيلة خامدة، فتيلة وصلت لاخرها، فتيلة اجتازت في ظروف صعبة، فتيلة دخنت، فتيلة مدخنة، يعمل لها ايه؟ لا يطفئ. فالخبر السار لو حتى النهاردة انت النار اللي جواك دي ما وصلتش لمرحلة الاضطرام، ما وصلتش للمرحلة اللي ان هي تشتعل جواك، الرب مش هيسيبك انك انت تبرد، مش هيسيبك انك انت تجف، مش هيسيب روحك جواك ان هي تضعف 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 الى ان توصل لمرحلة تلاقي نفسك انطفيت وناس تقولك انت كنت ايه وبقيت ايه. الرب مش هيسيبك منطفئ، الرب هيرسل نار ليك عشان يضرم جواك، يضرم جواك النار. هو عايز يضرمها، بس عايز حاجة منك، انك تقول له يا رب انا وصلت المرحلة دي، من فضلك تعالى وخلي ايدك علي واضرم النار جوايا. هو منتظرك تقول له يا رب انا عايز اشعر بهيبتك معايا وايدك معايا ونارك تيجي على حياتي وتلمسني، لانه النار دي مهياش لكل شخص. ربنا قال له لموسى لما تطلع الجبل انت المدعو، انت المخصص، مفيش حد من شعب الله اللي موجودين جوه الجبل مسموح له يطلع. العهد الجديد بيقول لك ويوحنا بيقول لك في تغيير في المنهج الالهي. ايه التغيير؟ قال لك هيجي عمتكم كلكم المؤمنين، هيجي عمتكم بيه؟ بالروح القدس والنار. يبقى لازم انا اعمل ايه؟ لازم اكون حازم في موضوع معمودية الروح القدس وانا. يعني ايه اكون حازم؟ لازم احزم اموري بقى.
مش كل شوية يجي الرب يلاقيني متقلب ومتردد. أحزم أموري يعني أقول له يا رب أنا برغم كل اللي أنا بكتاز فيه، برغم الظروف، برغم وجع الجسدي، برغم الحاجات اللي أنا بكتاز فيها، أنا حزمت أمري، أنا النهاردة جاي عايز يا رب أني أمشي معاك، وعايزك يا رب تخلي إيدك، وعايزك يا رب تلمسني، وعايز أستمر أنا ماشي معاك. أنا بصدق بالانتصار، أنا بصدق أنك أنت يا رب موجود معايا وحتغير كل حاجة. ده اللغة اللي الرب منتظر منك تخرج علشان يجي ويلمسك ويطلق المسحة ويطلق النار جواك. معرفش قد ايه انت مهتم بكلامي النهاردة، بس تعرف لو انت ما عملتش الكلام اللي انا بقوله النهاردة هيحصل ايه؟ لو انت جيت وقلت لا انا مش مهتم وخليني انط جوه النار دي، هتلاقي ملاك الرب اللي واقف يحرس الارض دي هيقول لك انت لسه مش جاهز، خليك على جنب، اخرج من الارض دي، الارض دي مش ليك. الارض دي ارض الروح القدس، ومعمودية الروح القدس مخصصة لشخص على قلبه يحزم امره وياخد قراره ويقول له للرب انا جدي في موضوع انك تلمسني وتملاني بالروح القدس. اديكم مثل مش عشان تصدقوني، انا عارف ان انتم مصدقيني، بس كان في واحد اسمه تيموثاوس. تيموثاوس ماله؟ تيموثاوس لا ده سيفانوس او الشهيد. تيموثاوس كان راعي كنيسة، انا وعظت عنه من فترة، قلت كان مؤمن هو، واخد ايمانه من مين؟ من امه افنيكي ومن سته لؤيس، وشخص حلو جدا. ومرة واحدة الناس اللي حواليه عملوا ايه؟ طفوا النار اللي فيه، قالوا له تعالى انت لسه صغير، الكلام اللي انت بتقوله مش بيحصل، يعني انت جاي وتقول لنا كلام، احنا اكبر منك، شوف الحياة، شوف قارن الامور، شوف اللي بيحصل حواليك، ما تبقاش عايش في الخيال وما تبقاش عايش منتظر حاجة هي مش موجودة بالاساس. فعملوا ايه الناس اللي معاه؟ راحوا طفينه، راحوا نزلينه. بولس ارسل له رسالة، اقروها كده، تيموثاوس الثانية 1:6-7، بتقول رسالة ايه؟ قل له في لهذا السبب، اسمع يا تيموثاوس، لهذا السبب اذكرك، تعمل ايه يا تيموثاوس؟ ان تضرم، ان تضرم ايضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. هو عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له اسمع، ما تتأثرش بالأمور اللي حواليك، ما تتأثرش بكلام الناس، ما تتأثرش بالإحباط اللي موجود، ما تتأثرش بالظروف، ما تتأثرش في حاجة. ليه؟ قال له لأنه مشيئة الرب أن تكون سراج متقل، سراج منير ومضطرم. ربنا بيقول لك كلام هام جدا، بيقول لك لما تضطرم النار جواك يبقى ما فيش حاجة اسمها فشل. الله لم يعطنا روح الفشل، عشان كده بيقول هنا، بيقول له لما تضرم النار، تضرم المراهب جواك، لم يعطك، ما فيش فشل، ما فيش فشل، ما فيش حاجة اسمها مرض يفشلك، ما فيش حاجة اسمها حاجة تفشل حياتك. ليه؟ لما النار تضطرم الفشل يروح، لما النار تضطرم الكانسر يروح، لما النار تضطرم وجعك يروح، لما النار تضطرم الأمور اللي انت خايف منها تحترق وتروح. يبقى السر الأول اللي عايز أقول لكم، عايزكم تمسكوا فيه كده، قل له يا رب أنا منتظر النار دي تضطرم جوايا. لما النار تضطرم جواك أول حاجة هتتغير هي إيه؟ هتتغير صلاتك. تعرف ليه؟ لأنك لما كل يوم تيجي تقول له اشفيني، باركني، بيتي، أولادي، ديني، اعمل لي، يقول لك الرب خرج الشياطين من اكسر اللعنات، كل دي ارميها على جنب،
لما النار تضطرم انت مش هتحتاج تعمل ولا حاجة من دي، انت هتحتاج تصلي صلاة واحدة بس، تقول له يا رب املاني بالروح القدس والنار، والنار خليها تضطرم جوايا، خلي النار تحرق كل حاجة فيها مرض بحياتي، كل حاجة بتشعرني بالضعف. تيجي كتابك المقدس عايز تقراه تلاقي نفسك نعست، تيجي عايز تصلي تلاقي نفسك مفيش عندك كلام، تيجي عايز تعمل حاجة تلاقي نفسك تعبان ومليون موضوع يشغلك. ليه؟ لأنه النار لسه ما افترمتش جواك. لما النار تضطرم هتلاقي عينيك مفلجلة مفتوحة على الكلمة، تلاقي قلبك مليان. مش هتقول لي طب الوقت وأنا ظروفي، هقول لك لما تضطرم النار كل الأعذار اللي انت بتخليها هتحترق، كل حاجة انت بتخلي ليها أعذار، ضعف، محبة، محبتك تضعف، عايز انعزل، مش عايز اتكلم مع حد، عايز اقعد كده لوحدي، مش عايز اشوف الناس، مش انا خلاص زي مش حاجة، فيش حاجة بتفرحني، ما فيش حاجة بتسعدني، ما فيش حاجة. وتيجي تصلي تلاقي بنفسك بتقول كلمتين بالألسنة وفرحان فيها، اقول لك سيب كل حاجة اللي بتخليك منعزل وعايش في توحد وعايش، وقول له النهاردة للرب أنا النهاردة عايز أطلب حاجة جديدة، عايز أطلب النار دي. بص الصورة دي، نار جمرات 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 جمرات، زي الفحم اللي قلنا عنه من شوية، زي أتون النار اللي قلنا عنه من شوية. كل ما النار كده جواك تزيد، أي حاجة جيب لي أي حاجة النهاردة ارميها وسط النار دي، هيحصل فيها إيه؟ المرض ترميه وسط النار هيتحرق. ظروفك الصعبة، مخاوفك، أنا خايف الدكتور قال، فلان قال وفلان، أقول لك النار دي هتحرق كل حاجة ماسكة فيك. ده السر الأول. السر الثاني بقى، السر الثاني مهم جدا. أنا قلت لك في مكان سكن، أنا سكن في بيتي، لا مش محتاج تسكن في بيتك، في مكان سكن. بصوا الآية بتقولي النهاردة احنا ماسكين تيموثاوس عشان بس عشان رونزا مش عندنا حاجة. في مكان سكن روحي للمؤمن بس، اي شخص اخر ما يقدرش يسكن فيه. تعالوا نقول لكم المكان ده، تيموثاوس الثانية 6:16 بيتكلم عن المسيح، بيقول الذي وحده له ايه؟ عدم الموت. خلي حوالين عدم الموت دي 13 دايرة. ليه؟ لأنه المكان اللي فيه يسوع في حاجة اسمها عدم الموت. حد قالك هتموت؟ حد قالك المرض ده هيموتك؟ حد قالك الموضوع ده بياخدك للموت؟ قل له أنا في مكان هسكن فيه في حاجة اسمها عدم الموت. في حد اتكلم على أولادك قالك حاجة عليهم بالموت، بالمرض، بالتعب، بالإعياء؟ أنا حيروح في مكان، أنا هسكن في بيت، أنا هدخل في حتة معينة، الحتة دي مكتوب عليها أول كلمة له عدم الموت. ده أول حاجة. اتنين، اللي ساكن في الحتة دي بيقول عنه ساكن في نور لا يعني ايه في نور لا يدنى منه؟ يعني ما حدش يقدر يدخل المكان ده، نور لا يدنى منه، المكان ده ما فيهوش موت، المكان ده الرب بيقول عنه هو موجود وسط تسابيح شعبه. المكان ده بيقول عنه الكتاب المقدس إن اجتمعتم باسمي أنا أكون فين؟ أكون هناك في الوسط. المكان ده ما حدش يقدر يدخل من عنده. ليه؟ لأنه في أتون نار صعب جدا لما تدخل فيه وتترمي غصب عنك وسط المرض والألم والتعب والاحتياج. هتلاقي في نهاية المطاف هتلاقي مكان اسمه وحده له عدم الموت، ساكن في نور لا يدنى منه، الذي لم يراه أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة تسق في مكان خاص، في مكان سكن، مكان ما حد يدخل فيه إلا المدعو. كم واحد هنا مدعو يدخل المكان ده؟ تعرف مين المدعو يدخل المكان ده؟ مكتوب عنهم الذين غسلوا ثيابهم بدم الحمل. اللي اتغسل بدم المسيح من حقه يدخل المكان ده، اللي تطهر من خطاياه من حقه يدخل المكان ده. المكان ده لا يدنو منه حد، المكان ده
اي حاجه ممكن تدخل فيه تحترق. انت وانا اسمع بقى الكلمتين دول عشان اشجعك فيهم وتمسك سلطانك فيهم. انت مدعو ان تدخل الى هذا المسكن زي ما دخل الفتية التلاتة. انت مدعو انك تجتاز في بعض الاوقات في الالم في الطبقات السبعة اللي دخلوا فيها الناس دي. ليه ادخل كده؟ عشان اعرفه كويس، عشان اتنقى كويس. هو ربنا مش اب محب؟ اب محب، بس ربنا عايز ايه؟ عايزك لما تدخل في محضره، لما تدخل في حضوره، تكون عندك الايمان انك انت هتشوفه جوه. العبادة تفسيرها ايه؟ العبادة تفسيرها شعب يدخل يعبد في الحضور الالهي. ناس تيجي عشان تدخل مسكنه، ناس تيجي عشان تعبده. المكان ده مش اي واحد يدخل فيه، المكان ده يدخل فيه بس العابد المليان بالروح القدس والنار، العابد اللي قال للرب المسني انا عايز امتلي بالنار عشان جاي اعبدك. الكنائس فقيرة ضعيفة ملهاش قوة. ليه؟ لان العابدون مش بيعبدوا بالروح والحق. هو مش داخل وسايب كل حاجة وراها، مش داخل وخطاياه متطهرة، هو مش داخل ودم المسيح غسله من راسه لرجليه، هو داخل بس عشان يؤدي وظيفة اني انا دخلت. عشان كده بيخرج ما عندوش اي حاجة. هو داخل ملاك الرب يعمل له ايه؟ يمسكه يقول له انت مش معد، انت مش لابس ملابس العرس، انت اللي لابسه مش تبع العرس. يلا خلط، دخلت ازاي المكان ده؟ دخلت ازاي المكان ده؟ مستعد تتغسل بدم المسيح؟ عشان كده انا بقول لك حاجتين او حاجة اخرانية. في المكان ده اللي هتدخل فيه احاطة ليك. بس ليه يا رب؟ بس انا عندي اولاد وبنتي وابني واولادي وكل الدنيا ماشية، كل الدنيا متأثرة فيا. تعرف المكان اللي انت تدخل فيه في الحضور الالهي ومسكن ربنا، مش بس انت اللي هتتمتع فيه، انت وعيلتك، انت واولادك، انت ونسلك، انت وكل الناس اللي معك. الرب لما ظهر ما ظهرش الواحد بس، هم التلاتة خرجهم وهم جوه. نبوخذ نصر بص قال احنا رمينا كم واحد في النار؟ الناس ردوا عليه قالوا له هم التلاتة. قال لهم طب انا شايف اربعة، في مين الرابع ده؟ تخيل النهاردة وانت راجع انت ومراتك للبيت او انت وحد للبيت، والناس تبص في العربية مكان ما يشوفك اتنين يشوفوكم تلاتة، وانت داخل الشغل مش بيشوفوك واحد بيشوفوك اتنين، وانت داخل تعمل اي حاجة مش بيشوفوك واحد بيشوفوك اتنين وتلاتة واربعة. هو ايه اللي بيختلف؟ هو ده مش واحد؟ لا مش واحد. ليه؟ لانه ابن الاله معه. ما اعرفش قد ايه تلمسك الكلمات دي، لكن عايز اقول لك اخر تنبيه. زي ما النار دي فيها قوه، فيها حاجات هتشتغل عليك جوه النار دي اللي تتعمد فيها بالروح القدس. في حاجه اسمها انانيه. الرب هيعمل ايه؟ انانيتك دي تموت. طب انا عندي ضعفات، انا عندي مشاكل، انا عندي شهوات، انا مش قادر اضبط نفسي في حتت معينه. تعرف النار دي هتعمل ايه في جسدك؟ هتخليه مش هيتاثر باي حاجه حواليه. خرجوا مفيش حتى عليهم ريحه النار. يبقى جسدك جوه نار المعموديه، وهو معموديه الروح القدس، هيتحول الى جسد اخر. طب والخطيئه هتحصل لها ايه؟ هتحترق. طب والنار؟ طب ازاي يا رب؟ اديني مثل يا اسيس عشان افهم. اقول لك حاجة، اديك مثل بسيط جدا. بولس شالوا طوب وراحوا ضربينه في راسه، شالوا عصي وراحوا ضربينه، واخر حاجة شافوه خلاص خلص. زي ما انت بتقولي انا خلصت خلاص، ما بقاش فيه حاجة. راحوا عملوا ايه؟ راحوا شاليه ورموه على جنب عشان فكروا انه هو مات خلاص، دم من راسه لغاية رجليه. ايه ده يا اسيس؟ ده تون النار. ايه ده الصعوبة دي؟ جو الناس شالوا بولس علشان ياخدوه عشان يدفنوه، عشان حرام مات شهيد. هو خدوه للبيت، طببوا جراحاته، نفسه طلع ونزل. ايه ده لسه عايش.
طب يلا ندي لك 21 يوم إقامة جبرية في البيت ونجيب لك أدوية ونعمل لك سيتي سكان عشان نشوف قد إيه حصل فيك كسور. قال لهم أنتوا بتقولوا إيه؟ بكرة الصبح أنا خارج أتكلم عن يسوع. فخرج تاني يوم. إيه ده تاني يوم؟ خد لك شوية وقت. واحد تاني بيرموه بالحجارة ونازلين فيه ضرب ونازلين فيه شتيمة ونازلين فيه، وبعدين بص كده للسماء شاف يسوع واقف. قال له يا رب بص، أول حاجة أنا مش عايزك تحسب الخطية دي للناس دي، تاني حاجة يا رب أنا جاي عندك. هو إيه هو إيه ده؟ هو أنت إنسان؟ ده أنا لو حد ضربني كف أعمل إيه؟ أديله 10، ده أنا حقي. النار دي بتنقي، عشان كده هتلاقي نفسك مختلف زي الناس دي كلها، هتلاقي نفسك حاجة تانية مختلفة. عشان كده بشجعك في نهاية رسالتي، بشجعك من قلبي، بشجعك من جوايا، اطلب النار دي جواك النهاردة. ما تسيبش الموضوع يعدي وكأنك انت من عالم آخر، كأنك أنت اكتفيت باللي أنت وصلت فيه. عندك مشكلة في الأولاد ما تقولوش يا رب حل المشكلة، عندك مشكلة في المرض ما تقولوش يا رب حل مشكلة المرض، عندك مشكلة وشعر أنه في مشكلة عائلية ما تجيش تقوله كده، ما تجيش تقوله بنتي وابني ومش عارف أصيرهم إيه، قوله يا رب ملاني بالنار بالروح القدس وأنا حمتلي بغطرم وتمتلي وتثطرم بالنار. أول حاجة هتحصل هتولع، ولما أنت تولع، لما أنت النار جواك تشتغل، كل اللي حواليك كل اللي حواليك هيشوفوا حضوره ومجده في حياتك. تعالوا ناخد وقت كده نصلي، تعالوا نصلي بالكلمات دي. أول حاجة أنا عايزك تطلب من قلبك النهاردة، لو أنت لسه ما اختبرتش الروح القدس يعمدك، يعمدك يعني يغمرك، يعني يملاك، يعني يفيض فيك، قل له عمدني بالروح القدس. لو لسه ما اختبرتش قوة النار قل له يا رب أنا لسه ما اختبرتش الحاجة اللي بسمعها من الكلام ده. اصرخ للرب من قلبك، قل له املاني. مكتوب كده لا تطفئ الروح، ما تسيبش روحك تنطفئ، ما تسيبش روحك تتكأب. جيب شوية فحم، جيب شوية حجارة، جيب شوية خشب وارميها جوه النار. امسك سلطانك النهاردة قول يا رب أنا جاي أصلي إنك تولع النار اللي جوايا. ما تبقاش خامل، ما تبقاش ضعيف، ما تبقاش ضعيف، ما تبقاش ضعيف يا ابن يسوع. أنت مش معد إنك تكون ضعيف، أنت معد للمجد، أنت معد للقوة. انت وبتصلي عايزك تشوف الفيديو الصغير ده بدون صوت، لازم تكون بالطريقة دي، لازم تكون النار دي تولع جواك. خلينا نوضح، انا عايز اصلي لك النهاردة وعايز اصلي معك كمان. سيب النار جواك تولع، بص على الصورة دي وقول له يا رب النار دي اللي اكلت المذبح واللي اكلت الذبيحة انا عايزها بقى تكون جواي، وانا بصلي انا عايز نار روح القدس تاكل ذبيحتي زي ايليا. ما تبقاش خامد، ما تبقاش ضعيف، صلي من قلبك. خلوني اكلم كل ست هنا في المكان، وانت في بيتك وانت بتعملي الاكل وانت بتشتغلي وانت بالعربيه، وانت بالعربيه قولي له انا عايز النار دي، انا عايز امتلئ بالنار، انا عايز اعيش مستوى اعلى من اللي انا فيه، انا تعبت من الفطور. لو انت تعبان من الفطور اتحد معايا وارفع ايدك قول له انا تعبت من الفطور، انا تعبت اني خامد، انا تعبت اني فتيله مدخنه، انا تعبت اني انطفيت، انا تعبت اني بشعر بالكآبه والتوحد، وبشعر بالدنيا مقلوبه، بشعر اني ما فيش عندي احساس، بشعر اني مشاعري انطفت، بشعر انه جسدي ده مفروض انه يكون مليان بالنعمه، انا بشعر جسدي مليان بالضعف. صلي جواك وقول له يا رب اخترق. بصوا الرجل ده عايزكم تكونوا كده، الرب عايزك تكون بالطريقه دي، انت وتمشي وانت فاتح ايدك والنار جواك تولع، النار جواك تشتغل في بيتك في شغلك في حتى الحاجات حتى الخطايا اللي عندك النهارده الرب يقدر يحرقها ويغيرها.
حتى ضعفاتك الرب يقدر يزيلها، بس آمن من جواك، اطلبها، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، اطلب الملكوت، اطلب النار، خلي الرب يخلي في ايدك النار دي، قل له يا رب ان النهاردة احرق كل حاجة فيا يا رب، بتوقف النار دي انها تخليني قادر اشتغل بملكوتك بقوة. ما تخافش، موسى تقابل مع النار 85 سنة، ايليا 3 مرات، بولس 10 مرات، بطرس وقف، يعقوب الدنيا كلها، والنهاردة تيموثاوس كمان قال له اضرم النار اللي فيك. يلا معايا قل له يا رب اضرم النار اللي فيا، اضرمها يا رب، اضرمها يا رب، اضرمها. خلاص ما بقاش اعذار، اضرمها يا رب. كل حاجة وصلت للآخر، انا عايز النار دي زي ايليا هو بيعمل وبيصلي، قامت النار اكلت الذبيحة والمذبح، وكل ضعف فيك النهاردة تيجي النار تاكله، تمتلي بالروح القدس. هاليلويا هاليلويا، مجدا ليك يا رب، مجدا ليك يا رب، مجدا ليك يا رب، مجدا ليك يا رب، هاليلويا.